وحنا كلنا احنا مسؤولون على المدينه هذه نطلبها لقدام وبالرقي ديال هذه المدينه كنلتقاو بالفن والثقافه في بلادنا كلها لان بلادنا بلاد حبيبه والمدينه ديالها تستحق كاع المجهودات اللي كنقوموا بها. وهذا المهرجان بدا في الدوره الاولى ديالو بداو حنا كنا كنحلم كنا جالسين كنقولوا عندنا واحد الحلم كنا كنشاركوا بزاف البلدان كندوروا بزاف الاماكن في دول العالم بحثا على المسرح بحثا على الفن بحثا على الثقافه وديما كنقولوا كيف ما عرفنا واحد النهار كنكون في ذاتي وفي ديانتي غيكون عندنا واحد الملتقى دولي ملتقى اللي كيكون فيه المسرح هي لا نوفيس الثقافه هي لا نوفيس لا توليرونس التسامح لا ديفيرسيتي هو لا نوفيس ديال هذا لا نوفيس ديال اون جينيرال والحمد لله الحمد لله اليوم جيت اكادير كاين واحد المولود اللي سميتو فيتاس واحد المولود اللي خرج من احلام ديال واحد الشباب جيت اكادير اللي كانوا جالسين كيحلموا واليوم ما بقيناش كنحلموا لان لو مومون فاش فقنا الصباح باش نحققوا الحلم ديالنا مابقاش فن ولا اوبجيكتيف ولا هدف واليوم الحمد لله حاول كيتحقق والحضور ديال هاد الوجوه الكبيره والحضور اللي كان العام الفايت ديال الفنان الكبير نعيمه المشرقي والدكتور عبد الكريم رشيد وهاد الوجوه الكبيره اللي حاضرين معنا كالفنان الكبير نعمان الحلو وعلى سعاد صابر كل شيء كلهم هذا جا علاش جاو لان فيهم واحد النوبل هذا الشعور اللي فيهم من الداخل وهذا الحب للثقافه والفن هو اللي خلاهم يتكبدوا على السفر خلاهم انهم يخلوا بزاف المسؤوليات علاش باش يجيو اول حاجه تكريما للشاب المغربي تكريم الشاب لانه كاين صاحب اللي حلم لانه هما نجوم اليوم البارح كانوا شباب والبارح كانوا شاعرين التلفاز البارح كانوا هازين الجورنال وكانوا كيشوفوا نجوم اخرى حدامهم وما عمرهم قالوا واحد النهار يكونوا هما النجوم اللي كيحققوا الاحلام ديال الشباب الله غتبخوا بزاف وغتسبقوا على هاد النجوم وتسبقوا عليهم لانهم حلمين سالي الوليد جزاك الله بيان كنبغي نسلم عليك ونقول لك مبروك عليك هذه الجائزه هذه تستحق ما احسن وشكرا بزاف حيتاش وقفتي معايا وربيتيني على احسن طريقه وشكرا بزاف السلام عليكم جيسبر كي تو بيان دونك جي في سي فيديو بور رميرسي مون بير اي لي ديري كي بون لي مي مالوريزمون لي مو سول سا سي مون لي مو سول ne peut pas exprimer à quel point on l'aime à quel point on l'apprécie à quel point on est fier de lui et en fait j'espère qu'un jour tu serais aussi fier de moi allez bisous c'est pour fils Adam mouah donc سي رشيد والله الا بلاصتك اليوم الحد خليتها كبيره علينا ومالك الوالد والوليد وتصدق الله فينا الله يحفظك ويجيك راه ما حفظونا ما والو هادشي تنقولو من القلب حيت راك كبير 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 وغتبقى ديما عزيز علينا الله يحفظك خير تصافى علينا شكرا رشيد تحياتي الله يوفقك بون كوراج توحشناك وبلاصتك كبيره معنا الحد بلا بيك خاوي ولكن الله يوفقك يوم انت تحياتي رشيد داودي الله يرضي عليك الله ينصرك الله عليك شانك الله يحل كلامك الله يجعل فيك البركه ولدي رشيد الله يغطيك بالرضا الله يرزقك السلامه الله يعين طريقك ديما مزيانه الله يزين ايامك ويعلي كلامك ويجعل سيدي ربي يسهل عليك يا ربي خليك في الفوق الفوق الله يعاونك انت وليداتك تتهلا خوتك وتتهلا في الحباب الله يزين ايامك الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك J'ai eu la chance d'avoir une famille بجمعه ونقول لكم ولي نوصيكم ان السعاده الحقيقيه ليست في المال ليست في الجاه ولا السيارات ولا الثروه ولا اي شيء السعاده الحقيقيه هي لما تدخل البيت كتلقى وليداتك مراتك والديك امك تدعي معك محدهم حيين استغل الوالدين ديالكم تعيشوا احسن تقولي معقول خدمت على المرأة باش تبقى دائما شانها عالي في الفن درت بزاف سمحت فراسي بزاف ديال الأشياء باش تكون المرأة المغربية بخير يلا ديروا يديكم في يدينا يلا نبنيو هذا المجتمع ديالنا اللي بدا كيتفرق بغينا يتجمع بغينا يحبوا بعضياتهم كتجي إكراهات أن تخلينا نتفرقوا تخلينا لكن لا يلا ديروا يدينا في يدينا لأن المغرب يستاهل لنا كل الخير ثقافة
هي درع واقي من بزاف د الموبقات لإنسان يكون فنان مغني، فنان رسام، فنان ممثل، فهو كيوقي راسو من بزاف ديال الأشياء. شرف ليا كبير 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 أنني نكون أمير، شرف ليا أنني نكون أنتمي لهذه المنطقة، لأن وليداتي هما شلوح ورجلي شلح ولكن أريد ستة شلحيتي. Aujourd'hui, dans notre rôle de rabat de Casablanca, pour Agadir, j'ai réduit encore, c'était la sixième Timitar en juillet, ici, et aujourd'hui et demain, et le jour suivant, c'est le Fijans. La troisième fois, et prenait un vrai essor, et on se sent honoré de participer, d'être invité en paix d'honneur, et participer si je vois ce soir. Merci bien. ولكن ما يمكنش مدينة أكادير تقول كلمة صغيرة وعندها هاد الضيوف الكبار بهاد القائمات وبهاد المستوى اللي كاين عندنا وبهاد الناس اللي حاضرين معنا وبهاد ضيوف الشرف الحقيقة باسم السيد رئيس المجلس الجماعي لأكادير كنرحبوا بالضيوف ديالنا وكنشكروهم على أنهم تاقوا في هاد الشباب كيف ثقنا فيهم وساندوهم وجاو باش يقولوا لهم حتى بالفعل بأن احنا راه معاكم وهذا الشيء ما يمكن إلا يكون إشارات ويكون رسائل اللي كيتوجهوا من قبل هاد الفنانين للشباب اللي مازال ما بداو اللي باقي كيتعطروا. قالت السي رشيد انا عجبني الكلام ديالو قالت حتى ملي كيتعطروا الشباب هادي راه كنعتبروها بانها كتدخل في التكوين كتدخل في لان غادي يكون نضج فعلا. انا ايضا كيف قال حمزه باقي يفوتني الكلام ديال السي رشيد حمزه فاش جا وجلس معايا هو والبنات اللي معاه والمجموعه ديالو وبقاو تيهضروا وبقى حمزه كيهضر هو اللي كان تيهضر انا بقيت غير كنتصنت ليه كنقول ما يمكنش هاد الشاب بهاد التلقائيه وبهاد الحماس باش كيعرض عليك واحد المشروع ديالو ما يمكنش يكون غير كيهضر من فراغ. لذلك احنا ايضا الجماعه ديال اكادير ثقنا في هذا المشروع وصاحبناه ودعمناه وبدينا معاه هذا المشروع راه بدا باسم الجمهور وانما هو دليل اسم عائلتي نحن عائله عمري ما اعتبرت السيناريو وهذا الجمهور سمه فنيه اكادير تبينيها غادي نقول لكم ثلاثه نقط. النقطه الاولى زوجتي من تفاوت النقطه الثانيه جدتي لابي من تاكموت حدا طاطا النقطه الثالثه غادي تسمحوا لي نقولها بالعربيه وبلغه ثانيه هو انني درت واحد البرنامج ممكن كلكم تشوفوه في يوتيوب ان دوكيومونتير كيدوز 735 قناة في العالم ان بيدجي امريكان دو 4 مليون دو دولار سميتو ميوزيك فواياجر موراكو واختارينا 10 المدن ومن كانت اخر مدينة او ما قبل الاخيرة هي اكادير في الحلقة الثالثة غتشوفوهم كاين ثلاثة حلقات كاينة في يوتيوب هذاك الحب ديالي لأكادير إلا قلتو بالكلام ما غايبان لكمش ولكن إلا مشيتو دخلتو اليوتيوب ودرتو ميوزيك فواياجر موراكو ثالث حلقة غتشوفو الحب ديالي للناس لأكادير والجوهرة الجنوب شكرا للجمهور اوكي الوغ ميرسي بوكو ميرسي بوكو شكرا للجمهور جيتنا نورت بكم حنا كنا كنعرفوا ان الثقافه هي القاطره الحقيقه للتنميه في البلاد وكما كتعرفوا جيتنا غنيه وجهه معروفه بتنوع الثقافي ديالها كلكم كتعرفوا سوس العالمه سوس المعطاءه سوس اللي كترحب وبغيت نقول لكم السوسيه بالكذاب باهره 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 الوغ شكرا بزاف لاله خديجه اللي هي فنانه خدمات لكم قلب فنيه رائعه Notre premier spectacle, l'amour pizza de la France. راكم ولادكم لان في سبيكتاك زوين فيه بزاف ديال الميساج وبزاف ديال الدروس كبيره وغنيه للاطفال. سبيكتاك ليلي صوت اون سيرين دو نوتر بيي انفيتي دونور لالمانيا. الوغ لو سبيكتاك اللي جاي من لي
la Russie, les spectateurs c'est à cause d'elle. تنتج في أكادير بدا عند المركز السينمائي السويدي وتفيقة حرة على هاد لا نوفيل اللي غادي يستافدو منها شباب مدينة أكادير والجهة. ألوغ وي ديد إت ألوغ ميرسي بوكو. جانفيتي إلهام مراد اللي عاش معنا التجربة. إلهام مراد أجي عندنا صفقوا على إلهام مراد المديرة الفنية اللي هي بعض المرات كتبغي تكون في الخفاء ولكن هي كتقوم في عمل كبير كبير جدا واللي واكبت هذا المشروع وكانت معنا في السويد وعشت معنا هذه التجربه. الوغ جو في دوني لو مو ا ميسيو لومباسادور بور دير ان مو سور سور سيت اوكازيون اي سور سيت كولابوراسيون كون ا كومونسي افيك ميسيو سعيد ويليام لغوي اي كيس كو فو فو سونتي ايسي. نعلن عن انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الدولي للمسرح والفنون الخشبة. مرحبا بكم. أنا في الصورة العربية مهرجان ديال الفيديو ديال الجمعية جورمي لي زارتيست كلهم يحضروا خديجة أروهان لي زارتيست ديالنا صورة تذكارية على فاطمة بوشام القدر على بوعي. يلا لا زينب يلا لا كونتابيليتي. ميرسي بوكو سي عبد الكبير. شكرا سي عبد الكبير. محمود فين هو محمود؟ محمود اوكي ميرسي بوكو. الوغ ميرسي بوكو شكرا بزاف شكرا بزاف على الحضور.